هدف إذن قلت من الوقفة اليوم والمسيرة هي منظمة من طرف منظمات المجتمع المدني والمستقلين، والهدف قلت الضغط على الحكومة لأخذ قضية الإرهاب وقضية عودة الدواعش من مواقع التوتر إن كان في سوريا أو العراق بصورة جدية، ثم كذلك أيضا تطبيق قانون الإرهاب وإعادة النظر في عديد القوانين المتساهلة نسبيا مع محاكمة الإرهابيين، وكذلك أيضا المطالبة بالكشف عن شبكات التجنيد والتمويل وكذلك أيضا التسفير للإرهابيين للخارج. تفاعل الحكومة أنا في تقديري مو جدي، لأن رئيس الدولة أولا وعد بالكشف على القتلة ومدبري ومخططي قتلة شكري بالعيد والبراهمي ولم يقع شيء إلى حد الآن. كذلك أيضا الحكومة في تكوينها التزمت أن تدفع في هذا الاتجاه، ما وقعش تقدم كبير، بقي انه السلطات الامنيه والسلطات العسكريه قائمه بالقدر اللي تنجم تقوم به في ايقاف ذن الخلايا النائمه وايقاف ذن الارهابيين. احنا طالبين من الحكومه انها توضح شكون العباد اللي وقفت وراء اختيار شكري بن عيد؟ شكون؟ شكون العباد اللي وقفت وراء اختيار محمد البراهمي؟ احنا هنا جينا مساندة للتنسيقية، جينا مساندة للتوانسة، لأنه احنا أيضا التعنا بنار الإرهاب، جينا مساندة الناس اللي ماهوش عاجبها موقف الحكومة الضبابي، لأن الأحزاب الحاكمة القوية هي بيدها متضاربة، لابد من أخذ قرار واضح وجريء وصريح، كيما أيضا سواء في عودة الإرهابيين أضم، أو أيضا حتى في قضية الشهيد شكري بالعيد والشهيد الإبراهيمي، الشهيد نقض، الأمنيين العسكريين اللي اليوم ما زال الضباب يخيم على المسائل هذه. قاعدين نخبيه ونلفوا وندوروا، يكذبوا عليكم، اللي عملوا الإرهاب النهضة، دول اللي يقدروا فيها مجرمين. هم اللي حرموا نبيل وسفيان من الحرية، حرموه من الحياة.